في هذا النهائي؟ هذه آخر مقابلة في برنامج الجولة الثانية والعشرين، قبل هذا في بعد الظهيرة فريق نادي بن عكنون فاز أمام اتحاد خشلة بثلاث أهداف مقابل هدفين، يعني بأهداف خمس أهداف في مباراة صيام والحرارة إلى آخره، دليل على أن المباريات الأخيرة ستكون قوية وكل فريق يبحث على تحقيق الانطلاقة الجيدة. إبراهيم يلحق عليها، إبراهيم وتعود موفقة للدفاع كدفلة من المضايقة وتدخل الموفق لكاسيس عاد بقوة أمام إبراهيم ديب أمام العصورة هداف الفريق. تمريرة كانت رائعة ميليمترية، تمريرة رائعة ناحية إبراهيم وعودة موفقة تفوق للدفاع وبقوة في الوقت اللي فيه الكرة في القائم الثاني وفرحي مختلف.